لهذا الحدث الذي نعتبر أنه يحمل في عمقه مدلولا إنسانيا واجتماعيا لتكريم هذه الفئة من المواطنين والتي يتعلق الأمر طبعا تلاميذ وتلميذ المكفوفين والمكفوفات التابعين للمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، والذين حصلوا على أعلى المعدلات وقدموا صورة للاجتهاد والجد في العمل، حيث أن الناجحين من هذه الفئة بلغوا نسبة 100% في الدورة الأولى، يعني حتى واحد فيهم ما مشى للدورة الاستدراكية، وهي نتائج يتم يعني تحصل ابتداء حوالي 3 سنوات متتالية، يعني من حيث منذ 2019 2020، وتلامذتنا يحصلون على نسب عليا من المعدلات ويتم نجاحهم بنسبة 100% من 13 معهد المكفوفين، وهو حافز لنا على المزيد من الاستمرار من تقديم الخدمات لهذه الفئة وتمكينهم من اجتياز المراحل المقبلة على مستوى الجامعي في أحسن الظروف، وأيضا فتح مجالات أخرى للتكوين والتأهيل في أفقي إيجاد كل السبل من أجل تيسير وصول التشغيل لهؤلاء المواطنين من أبناء هذا الوطن طبيعة الحال، الذين عبروا عن قدرتهم على التحدي ومواجهة الصعاب من أجل تحقيق هذه النتائج. صراحة تجربة البكالوريا كانت واحد تجربة اللي زوينة، كانت حافلة يعني بالتحديات والصعاب، ولكن الحمد لله استطعت بالعزم ديالي والإرادة أنني نقص هذوك الصعاب، والحمد لله جيت من المتفوقين على صعيد إقليم مراكش وحصلت على واحد التتويج اللي أنا فرحانة به. وكنبغي نشكر المنظمة العلوية على الدعم ديالها والتشجيع ديالها، وكنشكر الأطور اللي كيسهروا على التعليم ديالنا وعلى رأسهم الأستاذة لطيفة البلالي رئيسة المعهد، اللي كنوجه لها تحية كبيرة، اللي بالدعم ديالها والتشجيعات ديالها حنايا كنستحقوا أعلى المراتب، ماشي غير على صعيد المنظمة ولكن على صعيد المدارس، بحيث حنايا دايرين الإدماج. صراحة كان واحد الإحساس لا يوصف، كان خليط من الفرحة من بزاف ديال الأحاسيس اللي ما نقدرش نوصفهم. يعني وقت الإعلان على النتائج كان واحد الوقت بالنسبة لي كانت واحد دقيقة الزمن، فاش كنا كنتظروا النتائج كانت واحد الدقيقة يعني صعيبة، وفاش وصلت النتائج يعني صرخت واحد الصرخة مدوية، وقيلا كاع الناس الجيران سمعوني. كانت الفرحة، وكانت يعني كان ملي كتخدم راه طبعا كتسنى واحد النتيجة، والحمد لله حصلت على داكشي اللي كنتمنى، وشرفت الأسرة ديالي وشرفت الأساتذة وكاع الناس اللي كيعرفوني. الباك ماشي شي حاجه صعيبه، ماشي شي حاجه اللي كتخلع، ما عليكم الا تسلحوا بالعزيمه وبالاراده وتخدموا وتبداو من الاول، وان شاء الله الباك غادي يدوز مزيان. هو غير سنه بحال السنوات الاخرى، الفرق اللي كاين لانه هو انكم كتحصلوا من خلاله على واحد الشهاده، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انه مختلف على السنوات الاخرى، لا بالعكس، خاصكم غير تخدموا وديروا مجهوداتكم وان شاء الله ما كيكون غير الخير. غير انا اللي كنوصي عليه التلاميذ انهم يبداو من الاول وما يخليوش الدروس يتراكموا عليهم فقط. انا فرحانه بزاف بهذا التفوق اللي حصلت عليه، وكنبغي نشكر صاحب الجلاله نصره الله، وايضا المنظمه العلويه لرعايه المكفوفين وضعاف البصر على جميع يعني على اللي كانت سهره يعني على الراحه ديالنا وعلى التعليم ديالنا. وكنبغي نشكر بالاحر الشكر للاساتذه ديالي والوالدين ديالي، وهذا من فضل من الله سبحانه وتعالى باش حصلت على هذه النقطه، وباش كنت يعني مع هاد يعني المتعلقين اللي هما اليوم كاينين. احساس كبير بزاف، ويعني وانا يعني واحد الإعاقة اللي هي يعني تقدر تكون عائق ليا، ولكن الحمد لله ما كانت عائق ليا، بالعكس كان تحفيز ليا أكثر باش نقرأ يعني أكثر ونجيب هذه النقطة ونكون أنا الأولى في المدرسة ديالي وفي الجهة ديالي، والحمد لله. إن شاء الله يقرأوا مزيان ويحفظوا دروسهم، وحتى شي حاجة ما صعيبة، كل شيء سهل، وأي حاجة كيديروها معنا الأساتذة هما اللي كنلقاو في الامتحان الوطني، وكل شيء كيكون سهل، وغير شوية ديال العزيمة وديال الإرادة وإن شاء الله كل شيء غادي يكون مزيان. في الحقيقة أنا جد سعيد ومسرور بعد الحفل اللي ضمته المنظمة العلوية، اللي من خلاله تتشجع وتتحفز المكفوفين خاصة باش يواصلوا المسيرة ديالهم. وبهذه المناسبة بغي نشكر كل من كانت لي في هذا الموصل اللي وصلت لي، ومنهم بعد فضل الله الوالدين ديالي اللي خليهم ليا،
واخوتي والاساتذه. صراحه الاحساس لا يوصف، لانك بعد تبذل المجهود وتشوف الثمره ديالو راه احساس لا يوصف. وبعد المنبر تنبغي نقول جميع ذوي الاحتياجات الخاصه ما يوقفوش، ما تكونش الاعاقه حاجز لهم باش يحققوا الطموحات ديالهم، بل انها تكون حافز، وخصوصا باش يشوفوا بحال هاد النماذج اللي وصلوا، وكاينين نماذج اكثر من حنا وصلوا، وتنقول لهم يبذلوا مجهود، والله راه ما غي يخيبهمش. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.